لو هنختار بقى جيل افضل، جيل بيب جوارديولا اللي حاز على كل البطولات، ميسي بقى وتشافي ونيستا والفرقه دي وبوسكيتس والفرقه دي كلها، ولا جيل زيدان الفائز بثلاث مرات واربعه دوري ابطال اوروبا، رونالدو، بنزيما، مودريتش، كروس، راموس، مارسيلو، جيل ده ولا جيل ده وليه؟ ككرة الجيل طبعا بتاع جوارديولا، لأن جوارديولا عمل ثورة في كرة القدم في الوقت ده، أخد أفكار كرويف وطورها وابتدى يعملها مع لعيبة أجسامهم مختلفة وحركتهم مختلفة. اللعيبة الصغيرة زي تشافي وإنيستا واللي هم مقاساتهم صغيرة دول، لو تفتكر قبليها مع ريكارد ما كانوش بيلعبوا وما كانوش هيلعبوا بالشكل بتاع ريكارد قبل التجربة بتاع جوارديولا. بالظبط، يعني فاللي جوارديولا عمله ثورة في كرة القدم، وكمان التعديل اللي عمله جوارديولا تكتيكيا في اسلوب لعبه مع البارسا في الوقت ده كان عبقري. يعني في الاول كان بيلزم الاجنحه بتوعه ان هم يلعبوا لبره، وبعد كده ابتدى يدخل الاجنحه لجوه ويخلي الفول باكس هم اللي بيروحوا. الاب ديد خلي بالك هو اللي بيخلي جوارديولا عايش، هتلاقي افكاره يعني ايه، هو بيحس ان ايه خلاص الناس ابتدت تفهم افكاره، يروح طالع بفكره جديده زي فكره هالاند. هو عمره ما كان بيلعب لعيب نمبر 9، فجأة غير كل حاجة مرة لما واحدة جاب. اكتشف ان الناس ابتدت تضغط عليه وتاخد الكرة من الناس بتوعه، ابتدوا يقفلوا عليهم كويس. طب خلاص انا هضرب لكم خمس ست لعيبة براجل ليه، هروح ضرب له الكرة واخليكم ان انتوا مش قادرين ان انتوا تعملوا دي. هي دي عظمة جوارديولا في رأيي.